طيب خلينا نروح نشوف بعض المشاركات الخاصة بحضراتكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك وإنستجرام، وتوقعاتكم لنتيجة المباراة والتوقعات الصحيحة. هيكسبوا طبعا أوبو، تليفون أوبو، وجايزة أو مسابقة مهمة جدا بتعملها شركة أوبو زي ما حضراتكم عارفين. خلينا نبتدي بفيسبوك. فيسبوك أحمد السايح قال إيه أو توقع إيه؟ توقع 3-0 للأهلي. ماشي. محمد الفيقي قال 2-0 للأهلي إن شاء الله. محمد موسى قال 3-0 للأهلي بإذن الله. علاء السمنودي قال 2-1 للأهلي إن شاء الله. نادر نجا 3-0 للأهلي إن شاء الله. أبو ياسين قال 3-0 صراحة الأهلي أعظم نادي بالكون. ماشي يا أبو ياسين. أحمد حربي 3-0 للأهلي إن شاء الله. عبدو المتولي 4-0 للأهلي. سامح سعودي 3-0 صالح النادي الأهلي. شادي جعفر 2-0 للأهلي. محمود حافظ 3-0 للأهلي إن شاء الله. طيب دي كانت بعض توقعات جمهور النادي الأهلي على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، والكل في الحقيقة متفائل جدا، وحالة من التفاؤل واضحة على طبعا توقعات جماهير النادي الأهلي، وطبعا كلنا متفائلين إن شاء الله الأهلي يكسب مباراة اليوم وثلاث نقاط تكون جديدة في مشواره في بطولة الدوري. طبعا دي المسابقة اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها في بداية الحلقة، اللي هيقدر يتوقع الخمسة اللي هيقدروا يتوقعوا النتيجة صح هيكون ليهم خمس، كل واحد ليه تليفون أوبو رينو 3 وتليفون كمان يعني مميز بعدد من الكاميرات، أربع كاميرات وحاجات مميزة جدا. وخلي بالكم على فكرة بخلاف أوبو في كمان تيشيرتات للنادي الأهلي، طبعا هيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة اللي جاية أو خلال اليوم النهاردة على مدار اليوم في ملعب الأهلي مثلا بعدينا، وكلها مسابقات لجمهور النادي الأهلي.